السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. فيك الله يسلمك. أنا عايز أسألك على أسئلة كلها متعلقة ببعض سريعا يعني. نعم؟ أسئلة متعلقة ببعض. أسئلة متعلقة ببعضها. تمام. حضرتك مثلا كنت أعمل في شركة، تمام؟ فالشركة بتأمن على ممتلكاتها، شركة حكومة زي السيارات أو الماكينات بتأمن عليها، تمام؟ فإذا كنت أعمل في قسم التأمين يعني إذا جاءوا بماكينة يخبروني بالتأمين عليها، تمام؟ دي أول نقطة بس. وده طبعا قانون يعني ملزم ولا إيه؟ مش عارف ملزم ولا إيه بالضبط، مش فاهم. قانون الدولة يلزم الحكومة أن تؤمن على ممتلكاتها. طيب إذا إيه؟ كانت طيارة فملزم إن أنا يعني أنت موظف حكومة؟ بالظبط. وتلزم بالتأمين على ممتلكات الحكومة إلزاما. يعني لست بمخير، لست بمخير. لا اسم عليك. ما دام موجودي في هذا القسم يعني. الله يبارك فيك، لا اسم عليك. وبالنسبة إن بقى أأمن على سيارتي مثلا الشخصية تأمين ضد، والله أنصحك بأن لا تفعل. تمام. السؤال الأخير، الذي يعمل في بنك حكومي ويقول إن هو عشان أنا باخد فلوسي من الحكومة يعني مش من البنك، إن كده كده بنك حكومي. والله ما عندي إلا قول الرسول عليه السلام، لعن الله آكل الربا وكاتبه. بارك الله فيك. أيوة.